الطاقة هي جوهر البشرية، القلب النابض لحضارتنا، هي شعور الترابط الذي يفوق وصفنا، وملتقى الطرق الذي يجمع أجمل ما فينا. لقد حان الوقت حتى ننطلق بهذه الطاقة ونكتشف بها آفاقا ترتقي بحياتنا. هيا بنا نعش هذه التجارب المميزة بلحظاتها الفريدة. يغمرنا الشعور بالحياة ومفاجآتها ويطلق العنان لقدراتنا الكامنة. هيا بنا لننطلق بالطاقة التي لطالما نجحت بإلهامنا، ذاك الشعور الغامر بتحويل الخيال إلى حقيقة. طاقة إينوك جوهر التحول بقوة عالمنا. معا لنغير مفاهيم طاقة المستقبل في إكسبو 2020 دبي.